سلامتك يا بنتي، سلامتك ألف سلامة. خير، سلامتك يا هانم. مالكش مصلحة أنت أهو، أنت أهو. سلامتك يا بنتي ألف سلامة. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي يا روحي. دعمي ذهنك، اقعدي يا حبيبتي، اقعدي. سلامتك الف سلامه يا اختي. اجري دشي لها فحل بصل لاجل تشمه. نعم يا اختي. انت طالشه يا وليه؟ بقول لك اجري دشي لها فحل بصل لاجل تشمه. فحل بتاعي انا اشم فحل بتاعك؟ لا يا حبيبتي، انا هجيب لك شويه كولونيا. كولونيا يا ابو الفضيحه ام جنادل، يا دي الدور سمو حناجل. احنا عندنا بنات تشم كولونيا. اه لو سمعك الخت كان طخك عيارين وغسل العار. هو ايه يا اختي الكلام ده؟ انا خلاص فقت، مش عايزه اي حاجه، انا كويسه دلوقتي. لو قدي منيح قطيعه تقطع البنات ودلع البنات. ودي قاعده، امسك يا وليه. هتحط هدايا اهي اهي يا استاذ الولد. قطيعه ايه عم بتبحلق وفيها كده ليه؟ اجري يا بنت في الزقوم شوفي طبخين ايه. طبخين ايه ليه؟ هو انت هتتغدي معانا؟ لا هتغدى في مسمت، يعني مرات عمك اخو ابوكي تدلى مصر وهتتغدى فيه. عندنا طبعا يا ست ام الولد. امال ايه دي الاصول؟ بس اصل احنا خايفين لاحسن اكلنا ما يعجبكيش. لا ما تدقيش في دي، احنا اهل، واذا ما عجبنيش الغدا هيعجبني العشاء. نعم، هو حضرتك هتأنسينا لحد العشاء؟ جرى ايه يا بنيتي؟ مش دي العصور برضه؟ ولا يعني مرات عمك تزوركوا طياري زي الغرب ما تقعدش حداكوا 10-15 سنة؟ سمع يا ماما؟ بصي يا اختي، شوفي بصي. ايه ده؟ ايه قبحني بحنحني بحلوحني قميع. قولي لا لا منيح. يلا على فوق يا صبايا. ايه اللي شايفين ده؟ خلاجات يا بنيتي. امال كيف هقعد على قلبكم من غير خلاجات؟ خلاجات يعني ايه يا ماما؟ يعني بتوع يا اختي بتوع. ايه عم بتتودودوا على ايه تفلى الشر؟ مفيش حاجه يا استم الولد، مفيش حاجه. اصل انا كنت ناويه النهارده يعني ابعت بلبل تقعد كام يوم عند اهل امها. اهل مين يا مقطوعه؟ مقطوعة دي يعني بتاع برضه. أهل أمها يا مقطوعة ولا أهل أبوها؟ أهل خصوص اللي ما تقتل من تحت راسها، ها؟ يا دي الفضيحة أم جنادل، يا دي الدرس أم حناجل. إيه؟ في إيه؟ بقى ما عارفة شيء، معلوم، اقلب القدرة على فمها تطلع العيبة لأمها. يا دي النيل على أمها وسنين أمها.